تقول أنها تعاني من خوف وقلق، كيف تتعامل مع هذا الأمر؟ تريد أدعية يعني للتغلب على ذلك خصوصا وقت الصلاة. كذلك الأخ سالم يقول أن والده أيضا كبير ومريض نفسي، يعني مرض مزمن، فيعني يتغيب عن الناس وحتى الصلاة تكون ثقيلة عليه، فكيف التعامل مع هذه الحالة؟ على كل حال هذه الأسئلة يعني لها جانب يعالجه المختصون في علم النفس والطب النفسي، وأما ما يتعلق بالدعاء فالدعاء ليس له نص محدد فيما يتعلق بسؤال الله عز وجل العافية من مرض بعينه مثل الأمراض النفسية، القلق، الرهاب، الخوف وما أشبه ذلك، إنما يدعو بما فتح الله تعالى عليه من الأدعية، ومنها دعاء الهم الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه وحفظه، وهو ما جاء في المسند من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الهم: اللهم أنت ربي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. وقد جاء بروايات قريبة من هذا. فهذا الدعاء ملازمته مما يكشف الله تعالى بها عن الإنسان، ما يكشف الله به عن الإنسان ما قد يعتريه من خوف وحزن وضيق وهم، ولكن لا يقتصر على هذا وغيره، إذا حفظ هذا وكرره يرجى إن شاء الله تعالى أن يجد فرجا وكشفا لمخاوفه. فإذا كانت الحالة مستعصية قد تمكن منها هذا الذي يشكو منه الأخ أو الأخت، فلتستعم مع الدعاء والذكر والصلاة وما إلى ذلك من العلاجات والأدوية الشرعية بما يمكن أن يكون من الأدوية النفسية التي تعين على تجاوز هذه المرحلة. أسأل الله أن يعافيها وأن يعافي كل مريض وأن ينزل السكينة في قلوبنا وأن يعيذنا من نزغات الشيطان.